بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نتكلم في السيشن بتاع اليوم، حلقة اليوم يا جماعة، تحت العنوان راديو بوتونز. راديو بوتونز واحد من ضمن المكونات المهمة في الفورم يا جماعة. احنا نحاول نقصر مفهوم بشكل سريع كده. بنقول انا معايا رو ومعايا 12 كلاس. طيب، علشان ادرج عنوان لما بستخدم الليبل، ما بستخدمش لما بستخدم الراديو بوتونز ولا التشيك بوكسات، الليبل ديت بستخدمها مع قلب التشيك بوكسات والراديو بوتونز، لكن لما بحب احط عنوان بستخدم ايه؟ بستخدم الايجنت بالظبط. الحاجات ديت سبب ان احنا قصرناها في كورس الاتش تي ام ال يا جماعه. تمام، دات ليجند. الليجند دات هيكون فيه العنوان اللي هيتكتب فوق المجموعه ديت، رايت؟ اوكي، خلونا نقول ليجند مثلا تشوز يور كولر. تمام، ده اللي هو العنوان اللي هيشيلهم، زي ما انا كنت بقول يا جماعه سيرش تشوز يور مش عارف تليفون انتر تليفون، ده كان عباره عن ليبل. انا قلت كنت بقول ان كل ما بدرج نقطه من دول محتاجه ليبل. هنا بقى الليبلز بيبقى محتاجينهم التشيك بوكسات نفسهم. لما بحب احط عنوان بيبقى انا احتاج ليجند. تمام، رايت. في الغالب في الامور اللي فاتت كنت بقول انا انتر ديت بعدين التول، هنا بعمل العكس، بحط التشيك بوكس بعدين النص، فاهمني؟ فهنا انا محتاج الانبوت الاول وهقفلها وبعدين بكتب النص بتاعي. انا هشتغل على الوان، فنقول اني اول قيمه للنص بتاعي اللون الاحمر. تمام، ايه الخصائص اللي هتشغلني يا جماعه؟ مجموعه من الخصائص، اولهم تايب، ومعايا مثلا نيم، ومعايا خاصيه اللي هي فاليو علشان الفورم. وانا نقف هنا شويه. تمام، في النيم وهنقول ان التايب ده هيكون عباره عن راديو اللي هو محور حلقتنا. النيم ده الحاجه اللي بتجمع مجموعه خصائص، فاهمني؟ هنا انا بتكلم عن كلر، يعني انا معايا اختيار 2 3 المفروض يكونوا نفس الاسم علشان لما واحد يضغط عليه الاثنين التانيين يتصابوا فاضيين. الفاليو دي القيمه الخاصه بالخيار ده اللي هتتبعت مع البروتوكول سي جي اي علشان توصل للداتابيس، فالمفروض اللون ده ياخد اللون ريد، ياخد الخيار ريد. لو انا عملت كنترول اس ورحت على الفورم بتاعي ورحت عملت ريفرش الاقي ان ادي القصه ريد. او عشان تختاره لازم تضغط على التشيك بوكس دي، مفيش اي طريقه ثانيه، هو ده بيجي نص كليكابل النص، فاهمني؟ ممكن تعمل له كوبي بس عشان تختار لازم تضغط على البتاع. ممكن نخلي الامور افضل شويه بان انت تستخدم بان انت تستخدم ليبل، فاهمني؟ ده اللي انا كنت بقول يا جماعه، المشوار ليبل ده بيفيد في ايه؟ او علشان كده الليبل بحطها مع العناصر نفسها. علشان تستخدم ليبل بشكل وظيفي محتاج تستخدم لها خاصيه اسمها فور، وفور انت عايز تنادي على الليبل ده، الخاصيه ليبل فور بمنتهى البساطه بتسمح لك بان انت لما تضغط على النص ده تختار الاوبشن ده. فانت مش شرط تضغط على الانبوت علشان تختار الاوبشن، ممكن تضغط على النص علشان تختار الاوبشن. ده اللي احنا كنا بنقوله من اول خالص، من اول ما اتكلمنا عن ليبل كنا بنقول اول ما بنضغط على انتر ديت بيوديني على الخيار اللي انا هختار منه او الصندوق بتاع اختيار الديت، انتر يو ار ال بيحطني جوه الانبوت، فاهمين يا جماعه؟ نفس القصه عندنا. طب ليبل فور ايه؟ علشان تشغل ليبل فور محتاج هنا واسم زياده اسمه ايه؟ اسمه اي دي. بالظبط كده، شوف الاي دي ده المفروض يكون هو اللي راح تنادي عليه في ليبل فور. الاثنين دول لازم يكونوا زي بعض. وانا بمناسبه الحديث عني او من باب الوظيفي ان انا شغال على ريد، فهخليهم كلهم ريد. لو انا عملت كنترول اس كده رحت عامل ريلود الاقي ان النص بعد شويه وبس بيجي كليكابل، فاهمني؟ يعني انا لو ضغطت عليه هيختاره لي. انا عندي طريقتين، يا اما اضغط عليه اهو، يا اما اني اضغط على تشيك بوكس ديت. ديت الجانب ده يا جماعه. اوكي، خلونا نعمل كنترول دي كنترول دي ونغير شويه في يعني مثلا عند الريد. خلونا نخلي القصه بجانب وظيفي شويه، نمسح الريد ونخليها يلو. ادي كنترول اس ونمسح الريد الثانيه وهنخليها بلو.
تمام. انا طبعا مش بشرح الفورمز يا جماعه، انا بس بدي بحب بدي مثال، يعني الكلام ده كده كده سبب ان احنا اتكلمنا عنه. فادي ريد، او ممكن تضغط على بلو، او ممكن يعني عندك اكتر من طريقه. الحاجه اللي بتخليهم الثلاثه مختلفين عن بعض ان هم ايه، ان هم واخدين نفس النيم. فانا لو شلت النيم كده انا طلعت بره الوحده، وبيجوا الاثنين واخدين نفس النيم وحده لوحدهم. فاهمين يا جماعه؟ تمام اوكي. الامر اللي بعد من الامر اللي جاي كان خاص بمساله ان هم يتضموا تبع فيلد ست واحد. اكزاكتلي يا جماعه، كانت الخاصيه ديت عباره عن ايه، اسمها فيلد ست. الفيلد ست واسم جميل خالص، بيضم لي المجموعه دولت. لو انا عملته دلوقتي ونشطت الوسم، فلو انا ريلود مش هلاقي ان في تاثير يحصل، لان هو بس ناقص له شويه حاجات تانية. اولهم ان هو محتاج يتحط له كلاس من نوع معين. الكلاس بتاعه المفروض يكون نفس الاسم. الكلاس المفروض يكون نفس الاسم اللي هو عباره عن فيلد ست يا جماعه. لو انا عملت كنترول اس هلاقي ان الوضع ابتدى ياخد شكل افضل كده. بيجي الفيلد ست، وده عباره عن الليجند بتاع الفيلد ست يا جماعه. دولت واخدين ليبل عشان لما تضغط عليه. ده الفرق ما بين السيناريو ده. الجانب الثاني، انت ممكن طبعا جوه الكلاس ده انت ممكن تكتب الكلاس بتاع ال 12 كولوم. فاهمني؟ يعني انت ممكن تاخد الكلام ديت بالكت وتحطه جوه الفيلد ست ده. فاهم؟ لو هنعمل كنترول اس، فانت محتاج مش محتاج ساعتها الديفيجن اللي فوق، انت بتوفر على نفسك كده ديفيجن، لانك انت حطيت الخيار ده جوه الفيلد ست، فمش هتحس بان في فرق ما بين الاثنين، فالامر هيبقى كده افضل يعني. فاذا احتجت مثلا، اذا احتجت تدرس واحد تاني، هتبدا تعمل كنترول سي ومعاك فيلد ست تاني. فده هيكون عباره عن مثلا سته، لما اول سته، وده هيكون عباره عن السته التانيين، والاثنين واخدين في رو واحد، فيدرجوا الاثنين جنب بعض. ديت الجانب بتاع ان هما الاثنين يكونوا موجودين جنب بعض. لكن طبعا يمكن تكون الناس اخذت بالها من ان في سنه فرق ما بين ان هم يدرجوا في ديفيجن او يتم ادراجهم في فيلد ست. ديت جانب كنا عايزين نتكلم عنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.